واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حريص على ما ينفع المسلمين ويبين لهم أمور دينهم، خصوصا في العقيدة، ثم بعد العقيدة أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والصيام والحج. فقد اختار لهذا كتابا مفيدا سماه آداب المشي إلى الصلاة، وهو مطبوع ومتداول بأيدي طلبة العلم، وكان في وقت دراستنا في الابتداء درسناه مقررا علينا، تقرير الشيخ محمد بن مانع رحمه الله يوم كان مديرا للمعارف، مديرا عاما للمعارف، فقرر هذا الكتاب في الفقه، وقرر ثلاثة الأصول في التوحيد، وقرأه الطلاب، قرأ الطلاب هذين الكتابين مقررا عليهم ويختبرون فيه، كثير منهم حفظه، فهذا من آثار طلبة العلم والعلماء اهتمامهم بأركان الإسلام الخمسة، فجزاهم الله خير الجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب المشي إلى الصلاة. باب آداب المشي إلى الصلاة، يعني كيف يمشي الإنسان إذا ذهب إلى الصلاة، فإنه يمشي بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه، لأنه تكتب خطواته إلى الصلاة. فلذلك اختار هذا العنوان، اختار الشيخ هذا العنوان: كتاب آداب المشي إلى الصلاة. نعم. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع. يسن الخروج إلى صلاة الجماعة بخشوع متطهرا، يعني يتوضأ في بيته، هذا هو الأفضل، أن يتوضأ في بيته ثم يخرج متطهرا متيمما إقامة الصلاة مع الجماعة، وهذا فضل عظيم، وتكتب خطواته ذهابا وإيابا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونكتب آثارهم وما قدموا. فالله جل وعلا يكتب آثار المؤمنين إلى الصلاة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب آثارهم، يعني مشيهم إلى عبادة الله وإلى طاعة الله عز وجل. كان قوم من الصحابة بعيدة منازلهم من المسجد النبوي، فأرادوا أن يقربوا من المسجد، أن يقربوا منازلهم من المسجد النبوي، فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليهم أن يبقوا في منازلهم وإن كانت بعيدة عن المسجد النبوي، وقال لهم: دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا مكانكم ودياركم، تكتب آثاركم منها إلى المسجد النبوي لأداء صلاة الجماعة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم:
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. إذا هذا من آداب المشي إلى الصلاة أن يتطهر الإنسان في بيته، هذا أول شيء، ثم يخرج إلى الصلاة مع الجماعة في المسجد ويقارب بين خطاه لتكثر خطواته إلى المسجد، ولا يشبك بين أصابعه، يعني يدخل بعض أصابع يديه في بعض لأنه في صلاة، فمشيه إلى المسجد يعتبر صلاة، له أجر المصلي، فلا يشبك بين أصابعه، دل على أنه لا يجوز تشبيك الأصابع، تشبيك بين الأصابع لمن ينتظر الصلاة، ومن باب أولى لا يشبك بين أصابعه وهو في الصلاة. أما إذا فرغ من الصلاة فلا مانع من أن يشبك بين أصابعه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد الصلاة تنحى إلى مكان وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات العظيمة يقولها المسلم إذا خرج من بيته، سواء خرج إلى الصلاة أو إلى غيرها من أعماله: بسم الله، توكلت على الله، بسم الله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات عظيمة، فإذا قالها حين يخرج من بيته إلى صلاته أو إلى عمله فإنها يكون لها أثر طيب على المسلم، ينبغي أن يلازمها كل مسلم يخرج من بيته للصلاة أو إلى العمل: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، كذلك يقول بعد ذلك: اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ إليك وأعتصم بك أن أضل عن الحق وأضيع عن الحق، أو أضل، أحد يضلني من دعاة الضلال. نعم. أو أزل يعني أخطئ، أو أضل أو خطأ عن طريق الصواب. نعم. أو أظلم أحدا أو يظلمني أحد، والظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة المظلوم مستجابة يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم مستجاب الدعوة ولو كان كافرا، لا يجوز الظلم بين الناس. في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. أو أجهل أو يجهل علي. الجهل ضد الحلم، ذلك بأن يغضب الإنسان وينتقم ممن أغضبه، فالجهل لا يجوز بهذا المعنى، ومن أسيء إليه فإنه يتحمل،
فلو جهل عليك أحد فإنك لا تجهل عليه بل تحلم عليه، خلاف أهل الجاهلية الذين يقول قائلهم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نعم. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، أن يمشي إلى الصلاة بسكينة يعني بهدوء وبخشوع وأدب مع الله سبحانه وتعالى، ووقار يعني جلال، يكون عليه جلالة ومهابة، لأنه ذاهب إلى عبادة عظيمة. نعم. وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، إذا سمعتم الإقامة للصلاة فلا تعجلوا، لأن بعض الناس إذا سمع الإقامة يعجل، بل عليه أن يتأنى. امشوا وعليكم السكينة، عليكم السكينة يعني الهدوء والرفق، فما أدركتم فصلوا، ما أدركتم مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. نعم. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم. وأن يقارب بين خطاه، يستحب أن يقارب الماشي إلى الصلاة بين خطاه لتكثر الخطى فيعظم أجره. نعم. ويقول اللهم إني أسألك، لأنه بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويوضع عنه بها خطيئة. نعم. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. أسألك بحق السائلين عليك، هذا توسل إلى الله جل وعلا بحق السائلين، وحق السائلين هو الإجابة، أن الله يجيب السائلين. قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وليس على الله حق أو يجب عليه سبحانه، ولكنه أوجبه على نفسه تكرما منه وتفضلا منه، وإلا فإن الله لا يجب عليه حق لأحد. نعم. خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، خرجت من بيتي لا لشيء إلا اتقاء سخطك، لأجل أن تقيني من سخطك وغضبك. نعم. وابتغاء مرضاتك، وطلبا لمرضاتك بأداء هذه الصلاة العظيمة. نعم. أسألك أن تنقذني من النار، أسألك يا الله أن تنقذني، أن تنجيني وتخرجني من النار التي هي والعياذ بالله أعدت للكافرين، والنار قد يدخلها المؤمن بذنوبه ولكنه لا يخلد فيها، بل يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل الجنة. نعم. وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، كما قال الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، يعني توبوا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. الله جل وعلا يغفر الذنوب وإن كثرت برحمته سبحانه وتعالى، فلا أحد يتكاثر ذنبه ويتعاظم ذنبه في جنب عفو الله، بل عليه أن يتوب إلى الله ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيه، وقراب الأرض يعني ملؤها، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله يغفر للموحدين الذنوب وإن كانت كثيرة ولو كانت تملأ الأرض، وهذا فيه فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم. ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا. نعم، يدعو الله أن ينور قلبه بالإيمان ومعرفة الله سبحانه وتعالى، وكذلك يتمدد النور على سائر حواسه وجسده. نعم. واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا. نعم. وأمامي نورا. نعم. وخلفي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. نعم، هذا الدعاء المبارك يسأل الله أن ينور قلبه بالإيمان وينور طريقه ومن جميع الجهات، يحيطه بالنور منه سبحانه وتعالى. وهذا ليس ببعيد عن الله سبحانه وتعالى، فإنه يمنح هذا الفضل العظيم لمن دعاه مخلصا له الدين. نعم. فإذا دخل المسجد استحب له، هذا ما يقال في المشي إلى المسجد. فإذا دخل المسجد فإنه يستحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولو اقتصر على قوله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك كفى هذا، ولكن إذا أتى بهذه الألفاظ فهو أفضل وأتم. نعم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى. أما عند الخروج من المسجد فعلى العكس، يقدم رجله اليسرى. نعم. ويقول: وافتح لي أبواب فضلك. ويقول هذا الدعاء ويختمه بقوله: وافتح لي أبواب فضلك، لأن الأسواق محل الفضل وهو الرزق، والمسجد محل الرحمة، ولذلك يقول عند دخوله: افتح لي أبواب رحمتك، ويقول عند خروجه من المسجد: افتح لي أبواب فضلك، لأن الأسواق محل الرزق والفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تسميان تحية المسجد، فهي مستحبة ولا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى وجوبها، لكن الجمهور على أنها مستحبة، وهي من ذوات الأسباب، يفعلها متى دخل المسجد حتى ولو كان وقت النهي. نعم. ويشتغل بذكر الله أو يسكت. إذا جلس في المسجد فإنه يشتغل بذكر الله، تلاوة القرآن وهو أعظم الذكر، أو بالاستغفار والتسبيح والتهليل، ولا يسكت، وإنما يشتغل بذكر الله، هذا أفضل. وإن كان قد تعب أو فلا بأس أن يسكت، المهم أنه لا يخوض في أمور الدنيا وهو في المسجد، لا في البيع ولا في الشراء ولا في التأجير ولا في أي شيء من أمور الدنيا ما دام في المسجد. نعم. ولا يخوض في حديث الدنيا
فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. ما دام على هذه الحالة وعلى هذا الذكر في المسجد ولا يخوض في حديث الدنيا ولا يتلاحى مع أحد، وإنما يلزم ذكر الله أو الصمت، فإنه لا يزال عليه من الله فضل وإحسان، والملائكة تستغفر له ولو طال جلوسه، والملائكة مجاب الدعوة تطلب له المغفرة ما دام أنه جالس في المسجد ينتظر الصلاة ولا يؤذي أحدا ولا يخوض في حديث الدنيا. فإن آذى أحدا بالكلام أو بالفعل فإن الملائكة تمسك عن الاستغفار له، أو يحدث يعني ينتقض وضوءه. نعم.